أنا اسمي عبير نعسان وعمري 37 سنة ونحن هون بالبيت 3 أشخاص وجينا من سوريا وصار لي سنة تقريبا بتركيا. أنا تركت بلدي وتركت بيتي بسبب الضرب وسبب الحرب. لا بالنسبة بسوريا يعني الحلول كتير صعبة هنيك، وأنا أول شغلة يعني أولادي صغار من كبار وزوج ما في، يعني كتير صعب كتير، فاضطريت أرجع تركيا. أنا ما بشتغل، أنا لأني عندي ابني سقط وما فيني إني أتركه لحاله يعني. أنا هلا بفيق الصبح مثلاً بفيق الأولاد، بفيق الأولاد، بيقوموا الأولاد، بقوم بلملم البيت، بنزل أنا على السوق. بعمل له معالجة لابني لاجره مثلا بحيث اجره مو بتورم كثير، فترة نص ساعة هي ببرك بعمل له فيها معالجة فيزيائية. رحت على القائم مقام، اخذت استمارة، عبيت الاستمارة وسلمناها للقائم مقام، وبعدين بعثوا لنا مسج رسالة على التليفون مشان تستلموا الكرت من هالك بنك. كثير كويس، عم بتفيدني أول شغلة يعني إنه في بتقدر مثلا هو بتقدر بتسحب منه مثلا بقدر أسحب مصاري نقدية. أول ما أخذت الكارت أنا ابني الله بارك ووضعي صعب كتير، فأخذت الكارت سحبت منه ودفعت أجرة البيت. أنا بتشكر كتير الاتحاد الأوروبي، الهلال الأحمر، برنامج الأغذية العالمي، أنا كتير بتشكرهم وبتشكر كل مين قام على هذا العمل يعني. أنا عم بشتاق لبلدي سوريا، لحلب، لبيتي، بشتاق لمدرسة أولادي، وكانوا هن بالمدرسة وكانوا كتير شاطرين. إنه كنت عملت لهم حلم بمخيلتي إنه يطلعوا مثلا مستقبلهم كويس وما مشي الحال يعني. اللي رح أعمله أول شيء رح أرجع ضم الأولاد للمدرسة. رح أحط الأولاد بالمدرسة وارجع من اول وجديد اعمل لهم يعني مستوى معيشه يعني بحيث انه يقدروا مثلا يدرسوا فيه واعالج ابني بس.